طبعا سلمى، مثل ما حكينا بالبدايه قد ايه بنحس لشهر رمضان الكريم اهميه كثير كبيره وذاكره بقلوبنا، يمكن لما ما كنا صغار، عادات وتقاليد وقيم انسانيه وقيم تسامح ومحبه، وخاصه كمان بلمه الفطور قد ايه هي منبع للخير ومنبع لحتى نحن يمكن نحب بعض ونكون ايد واحده. كثير من هي التقاليد كيف نقدر نحافظ عليها وشو اهميتها بشهر رمضان الكريم المبارك؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الاستاذ محمد خير لبابيدي. يسعد لي صباحك استاذ، رمضان كريم. صباحك فرح، رمضان كريم عليك. يسعد صباحك سلمى، ويسعد صباح طبعا كادر هذا البرنامج ومشاهدينا اينما كانوا. اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم ينعاد عليك. خليني بلش مع حضرتك، يعني اليوم اجواء هذا الشهر الكريم وطقوسه وعاداته قد ايه هي عايشه فينا ولساتها موجوده بنفس الوتيره او اختلفت؟ طبعا احنا بالنسبه لنا موضوع التراث هو موضوع الجذر اللي بيسقي الفروع في نفس الانسانيه. دائما الانسان بحن لماضيه، لتراثه، لاصالته اللي هو بيشرب منها حتى يطورها ويعطيها. يعني هي عبارة عن الملامح تبع الشخصية، التراث هو الملامح تبع الشخصية. وشهر رمضان نحن بالعالم الإسلامي وخاصة طبعا في سوريا في له تراثيات جميلة، طقوس جميلة، في منا ما يعني تم مستمر إلى الآن، وفي منا ما تطور أو تغير أو تبدل يعني مثل ما بنقول أداؤه أو شكله. فمن أهم طبعا طقوس الرمضانية نحن بنعرف هو استقبال الشهر الكريم، يعني ليلة رؤية الهلال. تشوفي مثلا الناس على الموادن، يعني المؤذنين يقعدوا على الموادن تحت، مثلا الناس عم تستنى إثبات الرؤية، المنشدين موجودين في المساجد لإعلان الرؤية، لأنه إذا صارت الرؤية معناته صار في عنا صلاة تراويح. فأهم مرصد خلينا نقول مثلا هو مأذنة العروس بمسجد بني أمية الكبير، حيث كان يعني جوقة الجامع تطلع على هذه المأذنة وتترقب الهلال. فإذا رؤية الهلال كان في فانوس أو سراج خلينا نقول لونه أحمر يوقد، فيشاف كل تقريبا المساجد فيعرفوا أنه ثبتت هذه الرؤية. وكانوا يجبروا بخاطر الأطفال بهالليلة بالذات يطالعون على المادنة، وإذا الطفل طلع على المادنة يحس حاله راكب طيارة بهذاك الوقت لأنه شاف الشام كله. فمجرد ما طبعا ثبتت هذه الرؤية وأقيد هذا السراج يعلن قدوم شهر الصيام، وتبلش بقى الأناشيد. طبعا رمضان تجلى وابتسم، رمضان كريم، هذه الأناشيد الجميلة طبعا اللي كانوا يرددوها منشدي الشام مثل مسلم البيطار وحسن أديب وسعيد فرحات، وأيضا طبعا توفيق المنجد فيما بعد وحمزة شكور و سليمان داود رحمهم. طيب اليوم بهي الظروف الصعبة اللي عم يعيشها الإنسان، يمكن اليوم عم نشوف أنه في منغصات لأي شيء لأي فرحة، لكن فرحة بشهر رمضان الكريم وما يلي من أعياد خاصة بالنسبة للأطفال هي فرحة يمكن ما في اثنين بيختلفوا عليها. كيف نحن بنقدر نغرس هي القيم يمكن بنفوس أطفالنا ونعودهم على طقوس شهر رمضان الكريم، نعودهم أنه في خصوصية معينة إن كان لشهر رمضان وإن كان للعادات والموروثات اللي نحن لازم نحافظ عليها من جيل إلى جيل؟ طبعا نحن يعني خلينا نكون صريحين وواقعيين، نحن في المنطقة العربية خلينا نقول مثلا بآخر 200 سنة دائما بصراحة عنا آلام وعنا يعني ظروف صعبة، لكن رغم ذلك للفرح مكان. وشهر رمضان يعني الفرح بشهر رمضان، الفرح بالعيد هو مو يعني هو فرض خلينا نقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر. لذلك نحن دائما بنحط البياض من برا وبنخلي مثلا من أي همومنا شوي، هلا منزيحة شوي يعني بنرجع لها بعدين لا تهكيها، بس يعني هلا برمضان بنقيمها شوي. ثاني شيء برمضان سبحان الله يعني بتصير نوع تجلي روحاني، فإذا تجلى الإنسان روحانيا بتخف التركيز على الماديات، فبينال سعادة أعلى، بينال سعادة أعلى. الشيء الثاني أهم شيء في رمضان أنه يزاد رزق المؤمن فيه مثل ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء بياخذ طاقة من خلال التكافل الاجتماعي الموجود في المجتمع. نحن بنعرف برمضان بمختلف الظروف
يعني الاقتصادية، كان في عنا نحن في الشام شيء اسمه موائد الرحمن. نعم. هي نسبت لشخص كريم أصيل اسمه عبد الرحمن، أول من أقام طبعا في العصور اللاحقة. هي طبعا موائد الرحمن إلى أساس روحاني مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد من الطائف وأقام لهم موائد الإفطار والسحور، وتم التتابع فيما بعد، اهتموا فيها كثير خلفاء بني أمية، فكانت تقام حول ساحات المسجد الأموي في القصر الخضراء اللي هو قصر العظم، كمان كان قصر الخلافة، تصير فيهم مائدة ملكية من موائد الرحمن. تجار سوريا وإن شاء الله يا رب يعني يكونوا عم يسمعونا حتى نرد نكرر هذه العادات الجميلة بجميع الأسواق. كان في عنا موائد الرحمن بسوق مدحت باشا، بسوق الميدان، بسوق البزورية، هاي موائد الرحمن تماما. لحتى نقرب بين القلوب، لحتى نقول دائما انه الخير موجود وبعده موجود بسوريا، كيف اذا كانت الظروف هالقد صعبه يعني. تمام، الخير بخير. هل هي الموائد مو للفقراء فقط يعني، تماماً. هي الناس اللي انقطع فيها السبل مثلا، ما وصلت، ما لحقت، في ناس مثلا دوامه بيكون يعني بالشارع، ما عملها كذا، فتوجد هذه الموائد، ويتسابق طبعا تجار الشام على تقديم اشهى انواع الاطعمه. يعني مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز اللهم ارضى عنه الخليفة الأموي عندما أقام هذه الموائد في دمشق، هو كان يعتمد على صنف واحد طول رمضان، ولكن بموائد الرحمن كانت تنحط عشرات الأصناف تعبير عن أصالة المجتمع وتعبير عن حب العطاء، لأنه مثل ما قلنا أساسه هو روحاني، من فطر صائما فله أجره وأجر دون أن ينقص من أجره شيء. نعم أكيد. طيب كمان اليوم نحن عم نحكي عن أجواء الشهر الفضيل، كمان عادات كتير موجودة قديما ولكن تغيرت هلأ، المسحراتي مثلا من العادات اللي كانت موجودة قديما حاليا تم استبدالها بمنبه على الموبايل مثل ما بيقولوا، فرح صارت الناس هلأ تفيق عليها، إلا أنه هي موجودة وبعض الحارات الدمشقية ما زالت تحتفظ بهي العادات. كمان من العادات اللي لسه لهلأ نحن محتفظين فيها وبنحبها اللي هي المشروبات الرمضانية، الناس اللي بتنادي، يمكن السوق الجزماتية ما زال من الأسواق إلى الآن، كانوا يسموه مطبخ رمضان، مطبخ دمشق، مطبخ رمضان، وإلى الآن ما زال يحتفظ بهذا الموضوع. وكنا عم نحكي قبل شوي فرح عم تحكي عن الموائد، من يومين كمان سورية للحرف أقامت أطول مائدة إفطار، 4100 سوري تم إفطارهم بسوق مدحت باشا. قدمهم صح في مواكبة حاليا للتكنولوجيا صارت تدخل بكل تفاصيل حياتنا، ولكن قدمهم منحافظ على روح هاي العادات القديمة. طبعا المسحراتي بالبداية كان يعني هو ضرورة، الآن هو تراثي، يعني هو حالة تراثية. بالبداية كان إيقاظ الناس يعني على موائد السحور، لأنه طبعا وهذا على فكرة يعني المسحراتي يعني شو بقول مهنة كتير شريفة وسامية، لذلك كانوا خلفاء يقوموا بهذا الدور، بعدين صار مثلا جندي يقوموا بهذا الدور، بعدين تخصص لكل حي مسحراتي من أصحاب الأصوات الجميلة اللي عندهم معرفة بالزجل، معرفة بالمقامات الموسيقية، حتى يفيقوا الناس على صوت جميل. الإنسان وقت ببلش نهاره بصوت جميل بيكون نهاره كلياته حلو. طبعا بالنسبة كمان لموضوع الآن، يعني مثل ما قلنا صار حالة تراثية، حالة تراثية الناس سبحان الله إلى إيقاع. يعني أنت تصوري مثلا بغير رمضان سمعتي صوت مثلا طبل أو كذا ساعة 2 بالليل بتنزعجي، لكن برمضان هذا الإيقاع بيعطي سرور، بيعطي روحانية، بيعطي جمال، بعدين مثل ما قالت أنسة فرح بيعطي ألفة. يعني وقت بدق المسحراتي وبينادي باسم الشخص مثلا، عرفت علي أنه في مهتم فيه بده يطمن عليه، فهي بتعطي تماسك اجتماعي. طبعا المسحراتي كان يحمل سلتين، سلة للنواشف وسلة كمان اللي للسوائل، وكان معه ولد يعني يحمل هذه السلال، فالناس كمان كرمة تكرم هذا المسحراتي ويعطوه من الأطعمة. فإذا دار على يعني تقريبا على الحي ياخذ من كل يعرف شو في اطعمه في هذه الدور. في عندنا كمان تراثيات كانت الحكواتي اللي هي هلا التلفزيون، الحكواتي اللي كانت مثلا بعد ما يخلصوا صلاه التراويح يروحوا على القهوه
يسمعوا هالقصص الجميلة يلي ترفع المعنويات بحد ذاتها. هي كانت حالة جميلة تماما كتير. يرفعوا المعنويات هيك عن عنترة وأبو زيد الهلالي والزير سالم وكذا، ويصير مثلا في حماس، ينقسم الناس قسمين، عرفت علي كيف؟ وعنده الحكواتي من صفاته أنه عنده الحبكة، يعني بيوقفهم بمرحلة أنه مثلا والله مسكوا عنتر وحطوه بالسجن، بيطلع ما بيطلع ما ي... وبيخليهم بقى لليوم الثاني، فيكون حديثهم يعني شو بده يصير بكره، مثل هلا مثلا بكون شو بده يصير بالمسلسل القادم. في عندنا خيال الظل مثلا، انتقاد بعض الظواهر الاجتماعيه، بث مثلا الروح الوطنيه ايام مثلا الاحتلال الفرنسي كانت عن طريق خيال الظل، عرفت علي كيف؟ انه يعطوا هيك بعض القيم الاجتماعيه الحلوه، المصالحه مثلا في اثنين مختلفين مثلا بالحي، فيحضروا خيال الظل، يكونوا مخبرينه ل يعني اللي مشتغل بخيال الظل انه بدنا نعمل صلحه او كذا، فيحكي عن مكارم الاخلاق والتسامح وقديش قال النبي كذا، فلسه ما ينتهى العرض الا تلاقي هدول الاثنين شو تباوسوا وتعانقوا، فكان لهم دور يعني اجتماعي كبير في صياغه اخلاقيات المجتمع. طيب كرأي شخصي، خلينا نقول استاذ محمد، بتحس انه بعد ما بدنا نقول ما بعد، خلينا نقول بعض العادات او القيم اندثرت، او كيف تغير عليك شهر رمضان من سنوات لليوم؟ شو هو التغيير يلي حضرتك حسيت فيه، ان كان تغيير ايجابي او حتى تغيير سلبي؟ طبعا هلا شوفي، كل شيء له مدار. من بدايه كان بساطه، يعني كانت الاحتياجات الماديه قليله، فكانت الناس تهتم كثير بصراحه بالروحانيات، فيربطوا السعاده بالروحانيات، فبتلاقي يعني الناس كلها سعيده، يعني بمجرد انه والله راحوا على صلاه التراويح، اكلوا تمره بالموالد مثلا، كنا صرت ملبس يسحل عقلنا، عرفت علي؟ كانت بساطه. هلا مع الضغط المادي زادت احتياجات الانسان، وكل ما غرق الانسان ماديا كل ما زاد تعبه. يعني بتشوفي انت مثلا وسائل التكنولوجيا، يعني مثلا فرضا الجوال او الكذا اللي هلا صار ادمان العصر، ما بتحسني تبعدي عنه بس سبب لك قلق، لاحظتي كيف؟ هلا بتشوفي مثلا على مائده الاكل مثلا كل واحد جواله معه، او اذا يعني اكلوا ما حملوا الجوال بس بيكونوا مثل مزرزعين ومصدقين انت كل واحد يروح على جواله. كانوا يجتمعوا على مثلا على الحكوات العيله كلها، على خيال الظل العيله كلها، حتى مثلا على شاشه التلفاز او كذا تجتمع العيله كلها. الان كل واحد عم يجتمع على جواله، فهي سببت بصراحه يعني تفكك اجتماعي. يعني الحضاره حلوه، التكنولوجيا حلوه، ولكن مثل ما لها ايجابيات للاسف كانت يعني بس احيانا للاسف هي قافه بعدت الناس وفرقت كثير من القلوب. قديش سلمى صرنا نستعيد عنا نقول رمضان كريم بواتساب، صوره يمكن نحن نحددها ونبعتها لكل الاشخاص الموجودين عنا. يعني فقدت الروحانيه تماما، يعني صارت انه سعرك سعر غيره تماما، فقدت الخصوصيه. هي الصوره رايحه للكل أكيد. بس ما بتترك أثر أكيد، مثل إذا خصصنا شخص بزيارة أو بمكالمة هاتفية أو أي شيء خصصناه. إحنا كان عندنا بالشام مستحيل تلاقي عائلة تفطر لحالة، مستحيل، يعني واحد أب وابنه، أب وزوجته وولاده، مستحيل تلاقيهم، لازم يكون في ضيف. وإذا ما في مثلا تصوريها مرقت فترة، إذا ما في مثلا ضيف من الأسرة يجيبوا ضيف من الطريق يعملوا له غرفة بناح الباب، في كان يوم خفت ايه تمام على الباب هذا، هي الغرفة اللي ما بتفوت مثلا لجوات البيت، هي الغرفة كانت للضيوف قريبة، فيجيبوا الزلمة يحطوها وتكون المائدة موجودة ويستلذوا بإطعامه، مثل كأنه يعني شو بدي اقول لك، عاطيتيهم مال الدنيا. اكيد. ويمكن كمان كنا عم نحكي عن الاكل وقد ايه مهم نرجع للروحانيات اكثر من ما نهتم. سكبه رمضان كان في كثير عالم تفطر من سكبه رمضان، يعني شو الجار حتى اذا هو معتاز ما يحس لانه عم يجي صحن من كل بيت. اليوم يمكن نستغل هي الفرصه لحتى ندعو كل الناس المقتدرين اللي قدرانين انه يتبرعوا، ان كان بسله غذائيه او ان كان بافطار حدا محتاج، قد ايه مهم هي ترجع تزيد هي العاده، نرجع نشوف موائد الرحمن ما تكون بس كانت أيام زمان، لا نرجع هلا نشوفها من أول وجديد. لو كل بناية تعمل قدامها طاولة صغيرة للي مارق أو أي طريقة معينة لحتى
نساعد بعض بهالظروف الصعبة. طبعا هلا نحن حتى نشعر بالسعادة لابد أن ندخل السرور على قلوب الآخرين، هذا قطعا. حتى إذا من مبدأ الطاقة، إذا الإنسان يعني كان عم يعاني من مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل صحية، فبالعطاء ممكن أنه يطيب وتتحسن طاقته. لذلك داووا مرضاكم بالصدقات. فالإنسان وقت بيقدم هذه المائدة وبيقدم هذا العطاء، بيقدم هذه السكبة، هو بحد ذاته يعني عم يسعد، يسعد نفسيا، يسعد روحيا، حتى يشفى جسديا. لذلك هاي ضرورة وليست يعني مثل ما نقول برستيج. ثاني شيء يعني مو شرط أن نكون احنا مبالغين، يعني عرفت علي كيف؟ يعني حسب قدرتنا، تماما يعني حسب قدرتنا. يعني عم تصير مثلا، ودائما بهذه الأطعمة في بركة، يعني خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. هلا حاليا أنا شفت كتير ظاهرة حلوة، يعني مشان مو بس نحكي على الماضي، هلا ظاهرة حلوة. يعني أنا بشوف مثلا أنا جاية مثلا على البيت المساء يعني بالسيارة أو كذا، بتلاقي في أطفال واقفين عم يوزعوا كياس تمر، هي حلوة كتير. زجاج مي مع معروك صغير شفتهم هلا كتير دارجة، هي مبادرة عملها تطور، عاملينها كتير يعني بعض الجمعيات. مبادرة كتير حلوة كتير، يعني تمرتين ثلاثة مع كاسة مي مع معروكة شبع الإنسان، يعني شو معدته يعني، وأخذ ثواب. بياعين حلويات يعني الله يجزيهم الخير، مثلا عندنا في سوق الميدان طبعا بتلاقيهم يعني في صينية نمورة عم يوقف على الشارع، القطع بتلاقي بالمشحاف عم يقدم قطعة عرفت علي كيف؟ هالصينية أو الصينيتين يعني أطعموا تصور أعداد كبيرة، قديش أخذ ثواب عظيم يعني من هذا الأمر ونشر هذه الفضيلة. فنحن منحث على هذه الفضيلة ومنقول أنه نحن المهم أنه نعمل شيء، يعني مثل ما منقول يعني قال أن توقد شمعة خير ألف مرة من أن تلعن الظلام. يعني يا سلمى عم نحكي نحن يمكن سرحنا شوي بخيالنا بهي التفاصيل يلي فعلا كتير حلوة. اليوم مثل ما قال الأستاذ محمد يعني شوي صار في تكلف أكتر، صح، صار اهتمام بالمظهر أكتر من مضمون الشهر بحد ذاته. الفكرة يعني اللي شوي بتزعل أنه نحن لما بننشر يمكن على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي صور هي الموائد العامرة بأشكال وأنواع من الطعام، بالوقت اللي بيكون في بعض الناس يمكن عم يفطروا على صنف واحد يعني، ويادوب مثل ما منقول لاقين هذا الصنف يعني. فاليوم قديش نحن لازم شوي نقتصد، مو بس نحن ما ننشر، نقتصد، نحسب حساب أي شخص ممكن هو غير قادر أنه يعمل إفطار مثلا، أو حتى نشارك العالم بهذا الشيء، ما نشاركهم بس صور يعني، نشاركهم فعليا على أرض الواقع. طبعا مثل ما قالت الأنسة سلمى، هي نظام السكبة هي من هذا الموضوع. يعني الإنسان سبحان الله قد يعني صائم شم ريحة طعام لحم كذا بيشتهي، فإجت نظام السكبة هي مشان ما تتم بنفس الجيران أنه أنا مثلا عم بطبخ كذا، والثاني والثالث، فبتجي أنه يعني الكل عم يصير عنده تقريبا أطعمة متشابهة. فبتفوتي على بيت مثلا بالشام بتعرفي الجيران شو طابخين من خلال هذا البيت. أما إذا نحن مثلا ما عندنا الآن هذا المبدأ، على الأقل أنه نحن ما ننشر هذا الموضوع حتى ما نحترم مشاعر الآخرين. تمام. يعني أنت مثلا بنعمة، تماما، هلأ أنت بنعمة الله يهنيك ويسرك ويسعدك، بس مو شرط أنه أنت كمان تنشرها على مصراعيها في وقت يعني الناس في حالة ضيق، مثلا مثل أهلنا الله يفرج عنهم في غزة إن شاء الله. نعم. يعني الله ينصرهم ويحميهم ويعطيهم حتى يرضيهم. يعني نحن لازم نحترم هذه المشاعر الآخرين. الأمر الآخر أنك أنت مثلا يعني نأكد على موضوع أنه أوعى تفكر كتر الأصناف شيء صحيح، كل ما بالغت كل ما انضريت. نعم. يعني حتى صحيا يعني وقت بتلاقي مثلا والله أنا عم باكل 5-6 أصناف، المعدة شو صار فيها بعد صيام مثلا 10 ساعات؟ يعني أنت عم تضر نفسك، عرفت علي كيف؟ لذلك الوجبات بدها تكون قليلة، أصناف محددة، ومناكل على فترات وليس يعني أبدا لحديد التخمة. والشيء الآخر اللي بدي أقول لك يا كمان، أنه نحن بالأساس الغاية أنه نفرح، بالأساس الغاية أنه نسعد، تمام، لكن وقت بالغنا بالماديات أن فقدنا السعادة. يعني مثلا الأعراس كانوا الناس تفرح فيها كثير وتصير مودة والعيلة كلها 7 أيام وكذا، بس وقت صرنا نسويهم بصالات والصالة الفلانية والتكاليف، أم شو صار؟ عبء وتعب، عبء كبير. صار الواحد يعني رايح على العرس وماله فرحان، لأنه هاكل هم الدفع وهاكل هم الدين وهاكل هم العالم، وما حدا بيرضى. يعني الناس بتطلع عواب ما تتبارك لك بتحكي مثل، عرفت علي كيف؟ يعني أحيانا المبالغة بتعطي مفعول عكس. صحيح.
صحيح. طيب لهيك نحن اليوم حبينا نستذكر معك بعض من روحانيات وطقوس هذا الشهر الكريم، ونتمنى ترجع مرة تانية نشوفها بنفس هاي الوتيرة بين الكل أكيد، ونتمنى للكل ما حدا يكون صفرته ناقصة ولو صحن واحد مثل ما أنت قلت. شكرا لك لوجودك. شكرا سلمى، شكرا فرح، وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم، وإن شاء الله بنجتمع يا رب هيك ونحن منصورين لأهلنا في غزة إن شاء الله يا رب، ورمضان كريم مرة تانية. وبدي وجه تحية لكل شخص قدم يمكن لو تمرة لأي شخص صائم، لأي شخص هو يمكن بحاجة لحتى يمكن يفطر لقمة طيبة ولقمة هنية، ورمضان كريم على الجميع. صحيح يا فرح، ينعاد عليهم يا رب، ينعاد على الكل بألف خير.